مشاهدينا الأخبار الثقافية مع هدى زيرة، أهلا بك هدى. أهلا بك زميلتي أنيسة، ومرحبا بكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الثقافي والفني المتجدد والذي يأتيكم من قناتكم الجزائرية. الحديث اليوم على بلاطو الثقافية نيوز سيكون عن الفن السابع وعن أعمال المخرجة السينمائية فاطمة زهرة زعموم التي هي اليوم حاضرة معنا. مرحبا بك سيدتي. أهلا، إذا مساء النور سيدتي. سيدتي كما قلت الحديث اليوم سيكون عن أعمالك السينمائية وكذلك عن السينما بالجزائر، لكن قبل ذلك سنمر لنوافي مشاهدينا الكرام بأبرز الأخبار الثقافية لنهار اليوم. البداية أنيسة، إذا قامت كبيرة تستحضر مآثر شهيد المسرح الجزائري. إذا تم صبيحة اليوم بالعاصمة وعلى هامش الطبعة 10 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف تنظيم يوم دراسي تكريما للمسرحية الجزائري الراحل عز الدين مجوبي. سمية شاحي كانت هناك وعادت لنا بهذا التقرير فلنتابع. بوقفة تكريمية افتتح اليوم الدراسي بعروض وشهادات حية، استرجع الحاضرون خلالها تاريخ المسرح الجزائري عرفانا للمسيرة الفنية للعملاق مجوبي التي لطالما ألهمت قوافل المسرحيين. واليوم رانا في وقفة خاصة في يوم تكريمي، يوم دراسي للفنان القدير عز الدين مجوبي رحمه الله تحت عنوان ملك الركح. وكما تعلمون أن عز الدين مجوبي فنان يعني متكامل يعني من جميع الجوانب، لقد أعطى الكثير للخشبة الجزائرية، ويعتبر هذا التكريم كأول تكريم في هذا المستوى لهذا الفنان، وبالتالي هذا واجب علينا ولزامنا علينا أن نقف وقف التقدير واحترام لهؤلاء العمالقة. كما اجتمع كبار المسرح الجزائرية لاستحضار تجربة الفارس الذي ألهب الخشبات بعطائته على مدار 4 عقود ونصف. هو يعني نموذج حي، نموذج لكل إنسان، كل ممثل في المستقبل الذي يريد أن يعتدي خشبة المسرح أن يكون يقتدي بهذا العملاق. بطبيعة الحال هناك بعض الأصدقاء نتاعو يعني اشتغلنا مع بعض، احنا دائما يعني دائما نكونوا مستعدين باش نحيوا الذاكره نتاعو ونتفكروه كل سنه يعني باش ما ننساوهاش حتى اليوم. ملك الخشب الذي اختيل في 13 فيفري 1995 لا يزال حاضرا بمآثره بعدما وهب شهيد المسرح حياته لأبي الفنون، تبقى ذكراه طيبه في قلب كل جزائرية. إذا هدى، انطلاق المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح المحترف. إذا نبقى دائما مع المهرجان الوطني للمسرح المحترف حيث انطلقت يوم أمس الاثنين وبالمسرح الوطني محي الدين بشطرزي المسابقة الرسمية لفعالية الطبعة 10 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، حيث كانت الانطلاقة بمسرحية صالح باي للمخرج محمد طيب دهيمي التي كانت قد افتتح بها البرنامج المسرحي لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، ليليها عرض مسرحية عرس الدم للمخرج زياني شريف عياد، حيث تبع كل عرض نقاش مفتوح أشرف عليه القائمون على العمل، أتاح الفرصة للمهتمين حتى يدلوا بآرائهم. وللإشارة فإن العروض متواصلة طيلة عمر المهرجان الذي سيستمر إلى غاية 2 شهر جوان القادم. مسرحية عرس الدم تتألق على ركح المسرح الوطني. إذا عرفت مسرحية عرس الدم والتي تم عرضها على هامش المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح المحترف إقبالا جماهيريا غفيرا وتجاوبا كبيرا. تفاصيل أكثر حول هذا العمل المسرحي تأتينا في هذا التقرير فلنتابع. ما
مسرحية عرس الدم التي زينت ركح المسرح الوطني محي الدين بشترزي. هذا العمل الذي استطاع أن يجمع فوق الخشبة مجموعة من الشباب الموهوبين الذين اختارهم المخرج زياني شريف عياد من المسرح الجهوي لولاية عنابة ليكونوا أبطال المسرحية المأخوذة من الأدب الإسباني للكاتب غراسيا لوركا. فهذه المسرحية المقتبسة عن رواية مأساوية لحب مستحيل تحكي الحياة الفلاحية وتعالج النزاعات العائلية والأخذ بالثأر وكيف يقوم البعض بالمتاجرة بالحب من أجل المال والجاه وكيف لعروس أن تهرب في ليلة زفافها مع حبيبها القديم لتكسر بهذا كل التقاليد والقيود وتكون النهاية بالموت الذي يعيد نفسه في كل مرة. أراد المخرج أن يكون الاقتباس بحتا حيث لم يجد بدا من إعطائه لمسة جزائرية كون النصوص العالمية تخاطب البشرية جمعاء، غير أنه اختار اللهجة الجزائرية العامية البسيطة لتجسيد العمل الذي تخللته مقاطع غنائية لأشعار غراسيا لوركا الذي لم يكن كاتبا فحسب وإنما كان فنانا متكاملا. قاعة امتلأت عن آخرها وجمهور كان وفيا للعرض من البداية حتى النهاية، نهاية تعالت فيها التصفيقات التي كانت خير دليل على أن العمل لقي إعجاب الحاضرين. الثقافة العراقية في ضيافة عاصمة الثقافة العربية. إذن افتتح مساء أمس الاثنين وعلى هامش تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 الأسبوع الثقافي لدولة العراق، حيث شهد الافتتاح حضور كل من سفير دولة العراق بالجزائر عدي خير الله وكذا والي ولاية قسنطينة حسين واضح وكذا مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام الأخضر بن تركي. الافتتاح عرف قراءات شعرية وكذا حفلا فنيا أحيته فرقة المقام العراقية. إذن ولتوضيحات أكثر حول حفل الافتتاح معنا عبر الهاتف مباشرة من قسنطينة السيد أحمد الجبوري رئيس الوفد العراقي. مساء الخير سيدي. أهلا وسهلا بكم. إذن سيدي بداية حدثنا عن أجواء الافتتاح كيف كانت؟ شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. الوفد العراقي وصل يوم أمس إلى أول أمس إلى العاصمة الجزائر متوجها بصحبة سعادة سفير جمهورية العراق الأستاذ عديل خير الله إلى مدينة قسنطينة، هذه المدينة الرائعة. بالتأكيد كان باستقبال الوفد سعادة والي ولاية قسنطينة والأستاذ مدير الأخضر بن تركي وعدد من المثقفين والمفكرين كانوا باستقبال هذا الوفد. إذن سيدي جميل، لكن كيف كان تفاعل الجمهور الجزائري مع هذا الحفل وكيف تلقى الثقافة العراقية؟ ليس غريبا على الجمهور الجزائري هذا التفاعل، فهو الجمهور الذي عودنا على ثقافته وفكره وعاطفته الملتهبة. بالتأكيد يوم أمس كان الشعراء يقرؤون على هتافات التصفيق الجزائري الذي يعرف غور الحرف ويسبر معاني القافية. هذا الشعب المثقف الواعي الذي تربطه بالعراق روابط وأواصر عميقة ودلالات ذلك أن قاعة التصفيق يوم أمس كانت ملتهبة ولم يتوقف التصفيق فيها والتفاعل. جميل سيدي. سيدي لكن ماذا عن بقية البرنامج الذي سطر في إطار هذا الأسبوع الثقافي؟ نعم، البرنامج سيحتوي بعد القراءات اليوم الأول الشعرية وكذلك الحفل الموسيقي، ستستمر الحفلات الموسيقية في الأيام القادمة إضافة إلى عروض لأفلام وثائقية وأفلام سينمائية ومسرحيات، إضافة إلى محاضرات فكرية تتحدث عن التواصل الثقافي والفكري بين الشعبين العراقي والجزائري، وأيضا ستحتوي على قراءات شعرية أخرى بالتأكيد من القامات السانقة العراقية التي وصلت هنا إلى مدينة قسنطينة الجزائرية.
الأسبوع الثقافي العراقي بالتأكيد سيكون زاخرا بحجم العلاقة الثقافية بين العراق والجزائر، وستستمر هذه الفعاليات إلى يوم الجمعة القادم إن شاء الله. إذن شكرا لك سيدي على كل هذه التوضيحات وبالتوفيق بإذن الله. شكرا. إذن من قسنطينة نعود إلى بلاطو الثقافية، ونعود لضيفتنا اليوم السيدة فاطمة الزهرة زعموم، المخرجة، الفنانة التشكيلية، وكذلك كاتبة سيناريو. كل هذه المواهب لديك، تجربة مع الأفلام القصيرة وكذلك مع الأفلام الروائية والوثائقية. سيدتي، أنت كمخرجة أيهما أصعب يا ترى كي توصلي الفكرة والرؤية الإخراجية أيضا، هل في الفيلم القصير أم في الفيلم الروائي الطويل والوثائقي؟ الفيلم القصير دائما، أنا عندي في التسعينات وأوائل الألفينات عملت كثير، عندك خمسة أفلام قصيرة. الأفلام القصيرة أنا درت منهم تجريبية ودرت منهم تسمى قصص عادية، لكن الفيلم القصير لازم له خيط واحد، خيط هي فكرة حكاية. واحدة فكرة واحدة لازم لها توصل للمشاهد طريقة سريعة، بما أنه عندنا بين 25 دقيقة يعني مدة الأفلام القصيرة. الأفلام الطويلة فيهم أفكار كثيرة متعددة، بصح الصعيب في الأفلام الطويلة هو أنه لما يكمل المشاهد رؤية الفيلم يجب أن تبقى له فكرة واحدة، والمنطق هو أنه المخرج يتحكم في كل الأفكار اللي زرعها في طوال الفيلم، باش كي يخرج المشاهد من الفيلم تبقى له الفكرة الرئيسية اللي حبي يوصلها له. جميل سيدتي. سيدتي، هل ترين اليوم أن الجمهور الجزائري لديه ثقافة الفيلم القصير، حيث أنه يذهب إلى دور السينما ليرى فيلم فيه بضع دقائق يا ترى؟ ما نظنش، لأنه عادة عن العروض اللي تنعمل بعد ما يكمل مخرج باغ اكزومبل فيلم قصير، ما نظنش باللي تلقائيا المشاهد راح يشوف أفلام قصيرة، مع أنه هي أشياء عادية تنعمل في بلدان أخرى، بصح لازم يوجدوا لهم بروغرام يعني يكون فيه خمسة ولا ست، ما يكونش وحده الفيلم القصير، يعمل له بروغرام فيه اون دوغي تاع ساعة ونص ولا ساعتين، على خطر لازم المشاهد لما يشقى يروح للسينما يكون عنده فرصة أنه عدة أفلام، فوالا يجوز من إيماجينير الواحد، يجوز من حكاية الوحدة، بالك ما يعجبوش فيلم وربما يعجبو الثاني، ولكن يكون أيضا، وربما هذا ما تحاولوا تديروه من خلال البرنامج السينمائي الذي يعرض في قاعة الزينات لهذا الفيلم، يعني يكون دائما ترافقوا الفيلم الطويل بفيلم قصير حتى تكون هذه الثقافة. هذه عادة قديمة في الحقيقة، من قبل كانوا دائما لما يكون فيلم طويل يكون قبله فيلم قصير. لما عرضت عليا لفيلماتيك انه يعملوا لي عرض اللي عزيب زعموم هو اخر الافلام تاعي، ما بصح يعملوا تانيك شغل ريتروسبكتيف الافلام اللي عملتها، عرضت عليهم انه نرافقوا بالفيلم الطويل فيلم قصير، بما انه ما كاش مجال انه اعرض الافلام القصيره الان، كاين اللي تشافوا من قبل وما عندهمش فرصه باش يتشافوا، كاين واحد اخرين مازالهم يدوروا، فانا نشوف بليك سيتام بون برينسيپ لازم نعاودوا نرجعوا له، هو انه يكون فيلم قصير الى جانبه يكون هناك فيلم طويل. قمت سيدتي كما قلنا افلام قصيره، وتجربتك في الافلام الطويله كانت في سنه 2009 مع فيلم زهر، بعدها كان فيلم الحامل الاسود، وبعدها جاء فيلم قداش تحبني في 2009، فيلمين في 2011، كان فيلم قداش تحبني، يعني هناك يعني تقارب في الفترات ما بين الافلام، هذا ما ياثرش على نوعيه الفيلم وعلى ابداع المخرج في حد ذاته؟ شوفي، يعني بين في 2009 صح كملت فيلمين،
ما بصح البروسيس باش تعمل زهر مثلا كان سنتين فابريكاسيون برك ماشي تمويل ولا برودكسيون ولا حاجه. دونك مرات لا كرونولوجي اللي نكونوا دايرينها البرمجه اللي نكونوا دايرينها في الاول تتخلط على خاطر لا برودكسيون تجي اسرع بالنسبه للافلام وتجي اثقل بالنسبه للافلام اخرين. لكن انا كونسيدير باللي مخرج باش يعتبر روحه مخرج لازم بالنسبه ليا لازم يدير فيلم كل سنتين ولا ثلاث سنين، لانه هذه حرفه ما نتعلموها يعني ولو احنا حرفيين ولو حرفيين بصح كاين مشاكل اللي ما تنخلق وما تنطرح غير في الافلام. ما هي المواضيع اللي تحب تتناولها فاطمه الزهراء في الافلام يا اما القصيره من الطويله؟ شوفي انا ما عنديش بروغرام هكذا باين، ولكن تميلي للثوره الجزائريه اكيد. نميل المشاكل اللي تخلقت مع الثوره الجزائريه. ما بصح الان انا نبحث في القرن التاسع عشر، ماشي القرن العشرين. ماشي القرن العشرين، التاسع عشر، واللي هي الفتره اللي عالجتي فيها موضوعك الاخير اللي كان في 2014، الفيلم الذي تحكي فيه عن قصه جدك كيف ناضل من اجل استرجاع ارضه من المستعمر الفرنسي كما قلتي في القرن التاسع عشر. يعني الى اي درجه والى اي مدى يكون المخرج صادقا وعنده مصداقية حين يتكلم عن قضية تمسه قضية شخصية؟ المصداقية هي تجي من المنبع اسمها أنايا، ما حطيتهاش كشيء مجهول ولا ما نصرحش به، صرحت به في المدخل بما أنه أنا نبحث مع الناس في داخل الفيلم عن حقيقة هذا واش دار جدي في بين 1871 و 75 وحقيقة واش صرا في ذاك الوقت اصافوار لي لوا لادمينستراسيون كولونيال واش دارت، وشن هم المواضيع اللي كانت جاريه في ذاك الوقت، وشنو التعسف اللي صار في ذاك الوقت. واعتمدتي على المراسلات اللي كانت ما بين الاداره الفرنسيه وجدك انذاك؟ نعم، وهذا المدخل هو مدخل فقط، هذا المدخل هذا يعطينا بعد انا اكتشفت اكبر فيما بعد. فوالا، اكتشفت بعد اكبر هو انه اللي صرى لجدي ما صرالوش غير هو، صرى لكل الجزائريين في ذيك الفتره، وانه ليكزامبل تاعو مش اكزامبل ك اكزامبل نديروه فوق ان بيديستال، سما سي ان اكزامبل بارمي تان دوتر. دونك بدينا من الباب الصغيره، هي الباب المعروفه اللي نعرفها انايا ونقدر نتكلم عليها، ومن بعد رحت سالت اختصاصيين الارشيف التاريخ واختصاصيين القضاء وحتى الناس من العائله وحتى ناس من المنطقه باش تكون عندي فكره شامله عن الموضوع. الموضوع هذا الصغير هو العزيب نزعموم وموضوع جد جدي والاشياء اللي اكتشفناها بعد ذلك، الاستيطان، مسح الاراضي، مشكله الارشيف، يعني يعني ربما عفوا هدى بعد هذا الفيلم قدرتي تعودي ترجعي ربما تاريخ عائلة زعموم وعائلة كل المنطقة ربما؟ لا لأنه الموضوع كبير بزاف وهذا أنا باب صغير تسليط ضوء ربما على باب صغير أكيد ومن خلال وصلت الضوء على كما قلنا ما عاشه الجزائريين في هذه الفترة. سيدتي سنعود لمواصلة الحديث معك، لكن قبل ذلك سنذهب للقيام بجولة ثقافية وفنية في مختلف أرجاء الوطن ثم نعود. من منطقة القبائل وبالفن السابع نستهل جولتنا الثقافية لنهار اليوم، فعشاق الروك على موعد مع مسرحية درب التبانة بالمسرح الجهوي كاتب ياسين لتيزي وزو يوم الخميس 28 من شهر مايو على الساعة 2 زوالا. عاصمة الحماديين هي ثاني محطة في جولتنا الثقافية، فعشاق الفن السابع على موعد مع فيلم كاسد دي باغ بقاعة سينما تيك لولاية بجاية يوم الخميس 28 من شهر مايو على الساعة
5 مساء. عاصمة الثقافة العربية قسنطينة تعيش آخر يوم من الأسبوع الثقافي العراقي، والذي سيعرف عرض الفيلم العراقي الطويل أحلام بقاعة العروض الكبرى يوم الخميس 28 من شهر ماي على الساعة 5 مساء. جولتنا الثقافية والفنية متواصلة، والوجهة هذه المرة عاصمة البلاد، فالجمهور العاصمي مدعو لحضور الحفل الفني الذي ستحييها الفرقة الفرنسية زبدة بالمسرح الأخضر يوم الخميس 28 من شهر ماي على الساعة 7 مساء. نحط الرحال بمدينة مستغانم التي ستكون آخر محطة في جولتنا الثقافية، فأنتم على موعد مع حفل فني من إحياء المطرب عبد القادر خالدي لاختتام أيام فنان جزائري باقي في البال التي تحتضنها دار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي يوم الجمعة 29 من شهر ماي على الساعة 6 مساء. إذن عودة لك مجددا سيدتي، العديد من أفلامك يتم عرضها حاليا بقاعة الزينات بالعاصمة انطلاقا من اليوم، وسيتواصل البرنامج إلى غاية 29 من نفس الشهر. حدثينا أكثر عن هذا البرنامج الثري اللي فيه أعمالك القصيرة والطويلة كذلك. هذا بدأ في زينات من 22 ماي وراح يتواصل حتى 29 ماي. دونك كل يوم فيه فيلم قصير وفيلم طويل يتعرض على الساعة 6. دونك دركا بقاو 3 ايام للافلام. نظن قداش تحب نزهر وسمى نسمع. تم عرض الفيلم الوثائقي عزيب زعموم. نعم نعم. وتانيك بعد ما هذه في الجزائر العاصمه، بصح ابارتير دو 1 جوان راح يكون عزيب زعموم في عدة ولايات. جميل جدا، شكرا لك سيدتي على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات، أتمنى لك الكثير من التألق والتوفيق. شكرا لك. شكرا جزيلا. العافية. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام أخبارنا الثقافية والفنية لنهار اليوم. أضرب لكم موعدا يوم غد بإذن الله، والعودة لزميلتي أنيسة. شكرا لك هدى، شكرا لك سيدتي على قبولك الدعوة. إذن مشاهدينا، بالموعد الثقافي نصل وإياكم لنهاية هذا الموعد الإخباري، والآن تذكرون بأبرز العناوين.